يقينا أنا أقول بأنه الحرب قد بدأت، ليس بالشكل التقليدي للحرب، ولكن بشكل جديد للحرب تفرض شروطها أو تفرض شكل إسرائيل الآن. أقصد بذلك الحرب بين إيران وإسرائيل. يعني نحن تعودنا الحروب أن تكون بإعلان أو بقرار حرب، ثم تبدأ غزو جوي ومعارك برية واسعة ودبابات وإلى آخره. لا، الحرب هنا لديها منطق مختلف ولديها طريقة مختلفة. إذا صح التعبير بالعراق نقول حرب على البارد، يعني ليست حربا حقيقية بكل الشكل التقليدي اللي تعودنا عليه، وإنما حرب من خلال ضربات مستمرة وصغيرة وفاعلة. يعني هو عملية ضرب نقر في كل مكان تصل إليه الأيدي الإسرائيلية، وبالمقابل نحن سنتوقع أيضا ردود، أو تتوقع إسرائيل ردود قوية من الجانب الإيراني أيضا وقت ما يستطيع وحيث ما يستطيع. ولهذا نجد الآن جدا إسرائيل مثلا مشغولة بتأمين خروج كل السياح الإسرائيليين الموجودين في تركيا على سبيل المثال. هذا الآن هدف أساسي ورئيسي، لأنه إسرائيل تعرف أنه هؤلاء السياح في تركيا جدا هدف سهل ممكن إيران أنها تنوشه وتأذي به الإسرائيليين بشدة. نرجع مرة ثانية للضربة. طبعا إسرائيل سبقا أعلنت بشكل واضح استراتيجية الاغتيال بألف ضربة، أو هكذا سمتها باعتقادي، أنه طريقة أنه إحنا لا نقتل الشخص المعني مباشرة، وإنما نقتله من خلال ضربات دبابيس أوبر مستمرة، ضربات لمواقع، ضربات لأشخاص، الموت بألف جرح مستمرة، تروي. نعم بالضبط. فتجد الآن مثلا أن هناك تركيز مثل ما قلت حضرتك على السلاح الصاروخي وإنتاج السلاح الصاروخي أكثر مما هو على السلاح النووي. لماذا؟ أولا ضرباتها إذا لاحظت هي لا تستهدف وقف تقدم السلاح الصاروخي، وإنما تستهدف الخزين اللي موجود عند إيران من السلاح الصاروخي إذا صح التعبير. ليش؟ لأنه بالنتيجة من يحمل الخطر النووي إلى إسرائيل هو السلاح الصاروخي. يعني يقينا أي قنبلة نووية، أي جهد نووي أو إلى آخره، يا أما يوصل لإسرائيل عن طريق الطيران وهذه أيضا مستهدف، ولكن أقل خطرا، لأن الطيران الإيراني كما نعرف هو طيران متأخر كثيرا لأسباب كثيرة، منها الحصار، الانقطاع الطويل عن الأسواق العالمية، يعني تهالك الموجود في سلاح الجو الإيراني، أو بالاعتماد على الصواريخ. وهذه هي الطريقة الاستراتيجية اللي اعتمدتها إيران من خلال تطوير السلاح الصاروخي. فتستهدف إسرائيل السلاح الصاروخي أكثر من استهدافها للسلاح النووي، لأنه نحن نعرف أن القضية النووية الآن أصبحت شبه يعني مسلم بها وميؤوس منها. يعني حاولت إسرائيل وحاولت أمريكا أكثر من مرة بالضغوط، بالضرب، بالاغتيال أن توقف البرنامج النووي الإيراني، لم تفلح، كل هذا لم يفلح. فبالتالي أصبح الآن بحكم، يعني لا أريد أن أقول مؤكد، شبه مؤكد، أنه إيران ماضية إلى صنع السلاح النووي. إذن علينا على الأقل أن نؤخر هذا الجهد، أن نضرب طريقة إيصال إيران الجهد النووي إلى أراضي إلى أراضيها إسرائيل من خلال هذه الضربات المستمرة المقلقة، اللي أنا أتوقع شخصيا أنها سترتفع في المرحلة المقبلة إلى مرحلة إصابة شخصيات مؤثرة في داخل النظام. يعني هم يضربون الآن الشخصيات المؤثرة في داخل النظام العسكري، في داخل الجيش، في داخل النظام الصاروخي، في داخل طبعا النظام النووي مستمر الاستهدافات. أتوقع بعد ذلك أنه يصار إلى استهدافات للنظام السياسي، ربما وزراء، ربما وكلاء وزراء، ربما أناس مشهورين، سفراء إلى آخره. باختصار أعتقد أنه الحرب قد بدأت فعلا بشكل واضح ما بين إسرائيل وإيران، ولكن بشكل مختلف عن الشكل التقليدي الذي ألفناه في قضية الحروب.